لكن أهلا وسهلا فيكم بهذه الحلقة. هذا الويبينار مخصص لانفجار بيروت وتداعياته على المدينة، الأحياء اللي حواليها، وعم نجرب نتناول الأبعاد، مش بس العمرانية، عم نجرب أكثر نتناول الأبعاد الاجتماعية الاقتصادية، وحتى عم نفوت كمان مقاربة تاريخية. بلشنا بأول حلقة كان تاريخ المرفأ، آخر حلقة كانت عن تعريف ومفاهيم إعادة الإعمار والكلمات المستعملة وما إلى هنالك. فيكم ترجعوا على الموقع الإيفكو في كل الحلقات إذا اللي بيحب يشوفها. هذه الحلقة بتتناول قانون 194 اللي انحط لحماية الأحياء المتضررة من الانفجار، و لتكوين فكرة. هلا بنشوف أكثر مع عبير ومريم عن إعادة الإعمار. أكيد بهاي اللحظات القوانين كتير مهمة، لأنه هي المفتاح لأي فعل مؤسسات عام، وهو اللي بشكل الإطار الشرعي لأي مشروع. وخصوصي بالأزمات بتقطع القوانين بلا مناقشات، وبتقطع تحت وقع الأزمة وواقع المصيبة اللي العالم عم بتعيشها. وهذا القانون، يعني نحن من قلب المجال ومن قلب الكذا، ما كتير حتى أنا ما كتير سمعنا فيه بالتأكيد، بس إنه ما صار في مناقشة بالعمق، وما صار في مشاركة السكان، وما صار في مناقشة أبعاده. فبهيدي الدوافع نظمنا هيدي الحلقة. في معنا شخصين حتى يناقشوا هذا القانون: عبير سأسوق من استوديو أشغال عامة، هي مهندسة معمارية ومخططة مدنية، وأسست مع شركاء لها استوديو أشغال عامة. ومعنا كمان مريم هنا، هي متخصصة بالقانون الخاص، ما بدي أقول بتيز، وبتعلم باليو اي جي وكمان بكذا جامع، وهي كمان مسؤولة صلحي لي شي فرع بالليجل اجندا. فهيدي حاعطيكم هلا كل واحد، انتم بتبلشوا مثل ما بدكم، عبير او مريم، كل واحدة 7 ل10 دقائق اذا بدكم اكثر، ما في مشكل، بس تنعطي اكثر وقت للمناقشه والاسئله، وبعدين بنرجع بنفوت بالاسئله والاجوبه. إذا في حدا عنده مشكلة، بون أوكي، فخلينا نبلش لك عبير أو مريم. مرحبا للجميع، رح بلش أنا. اتفقنا شوي مع عبير، جرب شوي استعرض تقنيا الأنظمة المختلفة اللي عملها القانون. مثل ما ذكرت روبا، طلع جلسة آخر يعني 30 أيلول الماضي، شوي رح أرجع على كيف طلع هيك الأنظمة المختلفة، وبعدين تقدر عبير شوي تحكي عن شو الأهداف وراء، يعني اللي فينا بعد ما نعرضه هيك تقنياً عن جد شو الأهداف اللي عم بيخدمها. وبجزء تاني بشكل أسرع بكتير رح أرجع أخذ أنا الكلام لأحكي عن شوي الآليات، مش المتعلقة بإعادة الإعمار بين مزدوجين، يعني آليات التعويض وإلى آخره اللي بتضمنها، لأنه هو قانون مثل ما رح نشوف حطه فيه كل شيء. فإذا القانون اللي عنوانه حماية المناطق المتضررة من انفجار المرفأ وإعادة أعمارها ودعم إعادة أعمارها، صدق عليه البرلمان ب 30 أيلول، وعلى التمام مثل ما كنت عم تقولي روبا، هو قانون إذا فينا نقول تهرب، لأنه نحن بالمفكرة القانونية عنا مرصد برلماني، وإجمالاً مطلعين أكثر من الباقيين على كل الاقتراحات اللي بيجوا، حتى اللي بيتقدموا بشكل معجل مكرر، يعني اون اورجانس شوي مثل ما صار بهالقانون، وما كان حدا مطلع عليه. تقدم من نواب القوات اللبنانية، من كذا نايب من القوات اللبنانية، وهذا الشيء مهم هلا نحكي له. وقبل بنهار من الجلسين 29 أيلول عدلته اللجان النيابية، وتوزع فعليا على النواب بالصيغة اللي صدق عليه، اللي تصدقت صباح الجلسة. سو الأغلبية الكاسحة من النواب ما كانوا مطلعين عليه، وهو قانون مثل ما رح نشوف كتير خطير، فيه قيود و
وأثار على العقارات وعلى الأشخاص كتير تقيلة، وقطع هالقانون بدون أي يعني نقاش فعلي، ولا بالبرلمان ولا مجتمعي، ولا الضحايا كان لهم أو المتضررين كان لهم أي كلمة فيه. وهذا ديجا أول شغلة لازم نقولها عن كيف يعني البروسيسوس كيف طلع أصلا هالقانون. لكن كمضمون هالقانون إذا فينا لخصه هو فيه ثلاث أمور أساسية. أول وحدة هي نظام تجميد إذا فينا نقول، أو منع التصرف أو بيع العقارات بما يسميه القانون المنطقة المتضررة، وهلأ رح نحكي كيف بيعرفها. تاني شيء بيحط حق بالتعويض، بيقر بحق بالتعويض للمتضررين أوسع شوي من المنطقة المتضررة، مع تقديمات إعفاءات ضريبية، تقديمات تانية. سوري إذا في ضجة من الحي. وثالث شيء بينشئ لجنة تنسيقية بعد حد كذا تجربة بنعرفها كلنا، لجنة تنسيقية جديدة شغلتها تمسح الأضرار وتقيم التعويض. فإذا رح أحكي بالأول وترجع تعليق عبير عن هالنظام الأول اللي بيخلقه القانون، اللي هو منع التصرف والبيوعات العقارية بالمناطق المتضررة. فإذا بيحط القانون قيود على بالتحديد، وبيعرف أن المنطقة المتضررة هي المرفأ الصيفي المدور والرمال. وهذا كان لغط كبير من الاقتراح، كيف كان كيف تقدم وبعدين كيف قطع بالبرلمان. كان في لغط كتير كبير عن شو أصنع بالمنطقة المتضررة، هل الريون وين صار فيه أضرار بالعقارات، وإجا البرلمان وقال لأ فقط هالمناطق، واستثنت مناطق تانية هلأ عبير تحكيم بدون ولا أي منطق بلا ما نفهم. وهذا أكيد بخلينا نتساءل عن إذا ما في بعد طائفة بتجميد إذا بدنا نقول البيع بهالمناطق تحت حجة حماية السكان والأصحاب العقارات من الغبن، وأنه يجي حدا يستغل الظرف اللي هو فيه تا يشتري بثمن كتير رخيص. فإذا في أول نظام هو خاصه بتحديدا المرفأ الصيفي المدور والرمال، هو تجميد نهائي لمدة سنتين. نهائي بقول لأنه ما بقى في طريقة للاستثناء ونخرج من هالشي، بينما اقتراح القانون كان بيلحظ شيء بس ما بقى بالصيغة اللي أقرت بالبرلمان. وبتكلفت المديرية العامة لتنظيم المدن تحط إشارة على كل العقارات بهالمنطقة لا منع تصرفها. ففينا نعتبر بغض النظر إذا ضررت ولا لا، في منع تصرف بيشمل كل هالمنطقة. وحصر مثل ما قلت بالمنطقة اللي عرفها القانون كمنطقة متضررة. وثاني شيء استثنى القانون من منع التصرف والتجميد اللي عم بحكي عنه بهالمناطق، من جهة العقارات اللي بيملكها بيقول القانون من يتعاطى الأعمال العقارية وتجارة الأبنية، يعني المقاولين البروفيسيونال والأملاك اللي مملوكة من سوليدار. فهون عم نشوف أنه بحجة حماية الأضعف يعني الأفراد، بحجة حماية الأفراد من الغبن، عم نعطي ونعزز الاحتكار للمقاولين ولا شركة سوليدار بالمنطقة، يعني بمنطقة الصيفة والمدور والمرفأ إلى آخره. من هلأ لسنتين إذا واحد بده يشتري يتملك عقار مضطر يقطع بمقاول أو بشركة سوليدار. أكيد بترك لعبير تعبير تعلي أكثر على هالأمور. والشيء اللي كتير خطير أنه سقط من القانون كيف مر قدام البرلمان قصة وضع المنطقة قيد الدرس. يعني كان الاقتراح الأساسي فيه هالفكرة ليستكمل القرار اللي كان أخده ب 19 آب المجلس الأعلى للتنظيم المدني، لأنه مثل ما بنعرف تاخد هالقرار بوضع المنطقة تحت الدرس، وما عملت بلدية بيروت يعني ما عطيت موافقتها اللي هي ضرورية لاستصدار المرسوم. فكان في حديث أنه القانون رح يجي ويعمل يحط المنطقة قيد الدرس، وفعلا بالاقتراح الأساسي منشوف هالشي. ولكن هذا الشيء سقط من الاقتراح كيف مر بالبرلمان. واللي كتير خطير أنه لأنه وضع منطقة قيد الدرس هو بيمنع أكيد رخص البناء الجديدة، وهذا الشيء
منشوف أنه القانون اليوم كيف قطع ما بيمنع الاستحصال على رخص بناء، فإذا في تجميد بيع بحجة حماية الأفراد من الغبن والضحايا من الغبن، ولكن في تعزيز احتكار مقاولين شركة سوليدار والسماح باستصدار رخص بناء جديدة. بس هيك شيء كتير صغير بخلص عليه هون، أنه كان كمان القانون بالنسخة بالاقتراح يعني بيعالج البيوعات اللي صارت بين 5 آب ولحديت نفاذ القانون، بأنه بيعتبرها ملغات بيلغيها. والقانون كيف قطع اليوم ما بيعتبرها ملغات، بينشئ لجنة بقلب وزارة العدل شغلتها فيها قضاة وخبراء، شغلتها تشوف إذا فينا نقول أوكا باركا إذا صار في غبن ولا لا بين 5 آب ونفاذ القانون يعني نشره بالجريدة الرسمية. هيدا شوي النظام الأساسي اللي بيخلقه القانون. أكيد في كمان شغلة رح أحكي فيها قبل ما أقطع الكلام لعبير، اللي هو الوضعية الأبنية التراثية. ونحن اعتبرنا أنه النظام الحماية اللي عم بيحطه القانون كتير هش وكتير ضعيف، لأنه بكل بساطة بيقول أنه وزارة الثقافة بتعمل خطة بدون ما يوضح، ما يكون في أي معايير بيحطها هالقانون، بيقول بس لازم يتراعى المواصفات الخارجية للبناء يعني يرجع بنفس الطريقة. وبالنسبة ل الأبنية المحطوطة على لائحة الجرد، الأبنية ذات الطابع التراثي، بيقول القانون أنه يمنع منعاً باتاً ترتيب حق عيني عليها، يعني ممنوع كبيعة ترتيب حقوق تانية عليها دون مراجعة الوزارة. وما بنعرف شو يعني مراجعة، هل يعني إذن، هل لازم نستحصل على إذن، هل رح يكفي إعلام بس الوزارة أنه رح يصير فإذن النظام الحماية تبع الأبنية التراثية كتير كتير ضعيف بالقانون. بترك هلأ الكلام لعبير قبل ما أرجع على الشق التاني اللي هو شوي التعويضات والأبراش للضحايا إذا فينا نقول. شكراً مريم. عبير شكراً. أنا حأترك الفيديو بس إذا عوص شوي الكونكشن عندي رح شيله، لأنه مش مشكلة، طلبنا من فضيع. عنده كونكشن منيحة بتفهم يعني أبداً. أوكي. يعني استناداً للتوصيف والتحليل اللي عملته مريم، قادرين نستخلص نحن اليوم بكل سهولة أنه هيدا القانون هو فعلاً بيفتقد لأي سياسة بما يسمى بإعادة الإعمار، تحديداً سياسة قادرة تستفيد من دروس الماضي. وعم نقول ما يسمى بإعادة الإعمار لأنه كمان مجرد استخدام هيدي العبارة بيعني في افتراض أنه نحن أمام مكان فاضي وما نرجع نعمره، بالوقت اللي هو اللي فعلاً محتاجته هاي المنطقة واللي كمان كنا محتاجينه بالسابق بتجارب حروب سابقة، اللي محتاجينه هو فعلاً تعافي هيدي الأحياء وإعادة تأهيلها. وهيدي نقطة كتير أساسية، لأنه يعني نحن قراءتنا الكتير جذرية للقانون أنه هو فعلاً بيعتمد مقاربة خالية من الشقين الاجتماعي والاقتصادي. وهيدي نقطة محورية، لأنه القانون كل الوقت عم يحكي عن ضوابط، إن كان على انتقال الملكية أو على ضم الأراضي أو على كيف نعمر، اللي هنا كلهم ضوابط بتنزل اللي ما عن جد حوافز اجتماعية. وهذا بيعني أنه القانون فعلاً بيفتقد لخطة تعافي اقتصادية بالمنطقة، لأنه إذا هالتعافي الاقتصادي للمحلات والبزنسز القديمة ما صار، ما قادرين عن جد نشهد أنه الحي يرجع مثل ما كان. كمان بيفتقد لأي مقاربة لإنعاش الحيز العام، ما بيجي بسيرة أصلاً الحيز العام والأماكن العامة بالمنطقة. وكمان قالت مريم عن أنه بيفتقد لأي نوع من إشراك الناس، وهذه نقطة محورية. وهي نقطة كمان تسعى على أنه ما تعلمنا من أي شيء صار قبل. نحن اليوم أمام وضع عن جد، إذا السكان والناس المتضررة وأصحاب الحقوق منا جزء أساسي من هذا العملية، يعني أنه نحن ما قادرين نخطي أي خطوة لقدام من ناحية العودة السريعة للناس
والتأهيل حيهم بشكل لائق. كمان القانون بيفتقد لأي شيء خاص بإعادة تأهيل بيحترم لحقوق أشخاص المعوقين بالتنقل والوصول للمباني، وكمان ما بيجيب كل سيرة السكن لهش أصلاً بالحي والسكن الميسر. إذا بدي فوت شوي بالتفاصيل حبلش بنقطة أنه فعلاً القانون فيه غياب لأي حماية خاصة للنسيج السكاني. هذا بيعني أنه مع أنه القانون هو بيقول أنه موجود ليحمي السكان بفعل الانفجار، بس كتير بذكرنا بجهود حفظ التراث اللي صارت بالتسعينات بعد ما خلصت الحرب الأهلية، يلي بتجرب تحفظ التراث كشيء مادي وفيزيكال وما بتجيب سيرة السكان كجزء من التراث للحي وهشاشتهم السكنية. فمظبوط هو بيعمل بيحكي شوي عن النسيج العمراني التراثي، بس نحن بنعرف انه مناطق مارم خايل والجميزة ومحيطة كانت عم تتعرض باخر 10 سنين لموجة من الاحلال الطبقي او نسميه الجنتريفيكيشن كتير عنيفة باخر 10 سنين. كان اصلا السكان عم يتعرضوا للاخلاء بسبب هشاشة قوانين الايجارات، وكان اوريدي في عمليات انتقال للملكية كمان كتير عنيفة. كنا عاملين نحن باستوديو اشغال عامة رسم لخريطة انتقال الملكية بآخر 10 سنين، وفينا نشوف أنه جزء كبير من العقارات أصلاً انتقل لشركات عقارية ومستثمرين عقاريين. وهذا بيرجعنا أصلاً لنقطة شو يعني نجمد عمليات التصرف والبيع باستثناء الشركات العقارية بهيك وضع. فبمنطقة أصلاً معرضة للمضاربة العقارية ما في أي حكي عن كيفية حماية المستأجرين أو الناس اللي ما عندهم عقود بالإيجار، يلي كتير منهم شريحة كبيرة من العمال والعاملات الأجانب. وبنقطة متصلة لهذا الشيء، مزبوط القانون بيحكي على آلية تمديد عقود الإيجارات لمدة سنة، بس هيدا السنة ما بتفرج يعني منا كافية أبداً، ونظراً للوضع الاقتصادي اللي كتير صعب للأزمات المتتالية اللي عم نعيشها، نحن تمديد قانون الإيجارات تمديد الإيجارات لمدة سنة ما رح يعمل شيء. واللي فعلياً نحن محتاجينه هو عن جد إقرار قانون إيجارات جديد بالمدينة يلي بيوفر الأمن والاستدامة السكنية للشريحة الأوسع من الناس. بتاني نقطة تبع منع عمليات التصرف والتجميد، كمان نحن بنعتبر انه هذا اجراء غير كافي اذا بده يحقق اهدافه المعلنة اللي هي حماية المنطقة المتضررة من المضاربة العقارية. هذا غير كافي لانه هو بيقول حيعمل هذا المنع انتقال الملكية لمدة سنتين. بالرغم من هيدا الموضوع، إذا اليوم نحن بهالسنتين ما عنا طريقة لعن جد الناس تتخطى موضوع تراخيص الترميم بوضع الحالي، ما منكون عملنا شيء. لأعطيكم مثال، اليوم أي حدا بالمنطقة المتضررة بده يجيب ترخيص لترميم المبنى يلي عنده أضرار إنشائية، هذا الترخيص مجبور يمرق عبر مالك المبنى. يعني أنا إذا مستأجر مبنى مثل مثلاً اللي عم بيصير بقهوة أم نزيه اللي هن مستأجرين المبنى، المالك ما بده يرمم، هن جايبين تمويل للترميم والمالك مصير ما بده يرمم لأنه بده يبيع ويعمل مضاربة عقارية، وواقف ما عم يسمح انه تنجاب رخصة الترميم، وبالتالي هن كمستأجرين ما قادرين يكملوا بهيدي العملية. هيدا بيعني انه هيدا المالك حينطر سنتين ما رح يرمم، وبيعني انه بس يخلصوا هالسنتين حيرجع يبيع ويعمل مضاربة عقارية. فهو فعليا ما عم نعمل اي تقدم لقدام بهالموضوع اذا بدلن رخص البنى مربوطين بمالكي الاراضي، وتحديدا عم نرجع نعيد انه جزء كبير من مالكي الاراضي مثل بحاله مثلا قهوه ام نزيه هن شركات عقاريه او مستثمرين. من ناحيه تانية كمان وربطا كمان بالشيء اللي حكيته مريم قبل، مثلا منطقه البشوره كمان اللي تضررت واللي من زمان عم تتعرض لمضاربه عقاريه
ليه القانون ما بيحميها من المضاربة العقارية؟ وليه محدود هذا الشيء بالمناطق اللي ذكرتهم مريم؟ ومن هون واضح بالقانون يعني في خطاب طائفي كتير حاضر بهالموضوع. وكمان بإطار متصل خاصه بتراخيص الترميم، كمان في خوف إنه الآلية المحددة لحماية الأبنية التراثية لأنه مضطرة تمرق بإجراء إداري إضافي اللي هو استحصال على تصريح من المديرية العامة للأثار، كمان في خوف هذه العملية وتأخيرها وكل هالبيروقراطية كمان تكون عائق أمام العودة السريعة والآمنة للناس لمنازلهم. يعني لما يصير في معايير ترميم هالقد قاسية وعندها إجراء بيروقراطي، طيب كيف الناس بترجع بأسرع وقت ممكن إذا هيدي هي الأولوية؟ ومن هون نحن كتير منعتبر أنه أي سياسة للترميم للأبنية التراثية لازم يكون مربوط بكل مفهوم السكن الميسر. يعني أنا اليوم في كتير أبنية تراثية فاضية بالمنطقة، كمان بكذا بحوث انعملت ودراسات عن المنطقة، في تقريباً 20% من الشقق بالمنطقة هي فاضية من قبل. فهول الشقق لازم نحط نوع من حوافز إنه يلي بيرممها بأسرع وقت ممكن فينا نرمم له هذا الشيء مقابل إنه نحط هالمخزون الفاضي بالسوق السكني بأسعار ميسرة كمان لتحمي الناس من ما بقى بدي. هن كل شيء مرتبط بالأسباب الموجبة اللي موجودة. قانون فيه هيك صفحات طويلة عن شو الأسباب اللي كانت الدافع ليعملوا هذا القانون. وبالأسباب الموجبة كتير بيركز القانون وبيأكد على قدسية حقوق الملكية الفردية، وبيقول أنه نحن بس عم نحط قيود على الملكية الخاصة لأنه في حالة ظرفية واستثنائية. نحن هون عنا كتير إشياء نقولها بهذا الصدد. أولاً بمجرد بأنه الدولة اللبنانية تبنت تاريخياً مبدأ التخطيط المدني عبر مؤسسات وقوانين تخطيط، هذا أولاً قبول أصلاً لمبدأ تقدم الصالح العام على الملكية الفردية الخاصة، وهذا الشيء لازم يكون شيء دائم ومنه شيء بس منحطه لأنه عنا وضع استثنائي وظرف كارثي. من ناحية تانية بيعتبر القانون أنه قدسية الملكية الفردية هي القيمة الأساسية، بوقت الدستور اللبناني واضح بأنه كمان في عنا قيم تانية موجودة بالدستور مثل العدالة الاجتماعية والمساواة اللي هي بالفقرة جيم من مقدمة الدستور اللي كمان هي مقدسة، وكمان الحق بالسكن من الحقوق اللي عندها قيمة دستورية. إنما القانون ما بيحكي عنهم كحقوق ممكن أو قيم بتجي قبل الملكية الفردية الخاصة. ومن ناحية ثالثة وبذات الأهمية بتحكي الأسباب الموجبة عن الالتزام بمبدأ حرية التعاقد، بيعني إنه العقد ما بين المالك والمستأجر هو عقد حر، كمان مراعاة للقيمة الدستورية للمبادرة الفردية بإطار كمان بهالموضوع. يعني نحن منحب نأكد أنه بأكثر الدول الرأسمالية في ضوابط على عقود الإيجارات وعلى كيفية صياغة عقود الإيجارات بين المستأجرين والمالكين بطريقة يلي بتحمي سكان المدينة وبتأمن سكنهم على المدى الطويل. فمن وجهة نظرنا بدل كل هول أو بموازاة كل هول الضوابط على انتقال الملكية وعلى ضم الأراضي وعلى physical tools أو physical planning غيرها بحط القانون، كان لازم نمكن السكان من الترميم السريع عبر وضوح بآلية الترميم، لأنه هيدا أكبر تهديد لإلهم من ناحية عودتهم من الحي على الحي. وطبعاً تقديم حوافز والتفكير بالشق الاقتصادي والاجتماعي كجزء لا يتجزأ من مفهوم إعادة تأهيل أو إعادة. حأرجع أعطي الكلام بسرعة لمريم مثل ما قالت لكم ترجع شوي تعمل ريفليكشن على موضوع التعويضات، ويمكن كمان على اللجنة اللي تشكلت لتتكفل بتطبيق هذا القانون.
أوكي، سريعا لحتى هيك نكون عملنا مثل نظرة شاملة لمحتويات القانون وبعدين فينا أكيد نتحدث. هيك الشق الثاني الكبير إذا فينا نعتبر هو حقوق بالتعويضات المعترف فيها للضحايا. بيعرفهم القانون، بيعرف الضحية ككل شخص أصيب بضرر جسماني هو أو ذويه إذا فقد حياته، وكمان الضرر المادي. فإذا في تعريف لهالوجهين للضرر، وبيقول إنه في حق بالتعويض لكل هؤلاء من مسؤولية اللجنة اللي حاب ينشأها القانون هلا بحكي عنها، إنه توضع هالآلية لتلقي المساعدات الدولية وتتوزع على المتضررين، بدءا باللي أكثر شيء وضعه هش وما حصل على أي مساعدة. هلا ملاحظة سريعة، إنه على الرغم من إنه هالقانون النشر يعني ب 22 الشهر هيدا الفائت، سوري أكتوبر، ب 19 يعني كم يوم قبل النشر، هيئة الإغاثة بتاخد قرار من خلال مجلس وزراء بأنه تحول الأموال وصلولها لقيادة الجيش لحتى هي توزع. سو في تجاهل تام لهالقانون، وفي إشكالية حقيقة رح تنخلق، لأنه القانون الحالي كمان كيف طلع بالبرلمان لغى المهلة اللي كان حاططها. كان مؤيد الاقتراح مهلة معينة بعد ما تعمل اللجنة المسح وتحدد الأضرار، بترفع تقرير لمجلس الوزراء وعنده مهلة معينة ليوافق وبعدين تصرف المساعدات. نشيل هيدا الشيء تماما، فإذا في ريسك كتير كبير إنه الطول والطول والطول الفترة اللي حينتظروا فيها المتضررين الحق بالتعويض تبعهم. ومن هون أشغال عامة اقترحوا، المفكرة وافقت تماما على هالطرح، أنه كان أفضل بكتير لو في سلفة، نوع من سلفة موحدة توزع على كل الضحايا لحتى تقدر تلبي هالحاجات الملحة، خصوصا للعودة لمنازلهم وغير أمور. وترك بعدين تحديد مقدار النهائي للتعويض لانتهاء عملية المسح إلى آخره. بيقول القانون أنه تمويل هالمساعدات هو من المساعدات الدولية ومن اعتماد تصرفه الدولة اللبنانية ب 1500 مليار ليرة لبنانية. أوكي، هون في تجاهل تام لكل المطالبات. أولاً ما فينا نحكي باسم الضحايا، بس نسمع هالشي جداً عند كتار من المجموعات اللي بيمثلوا جزء من المتضررين من الضحايا، كمان بالمجتمع المدني اللبناني، إنه ما في ثقة بالحكومة إنه ما يتحول هالشي لمزراب إضافة للفساد، وما صار في ولا أي آلية لتصحيح وجود او تمثيل ذوي الضحايا على القليله بهاللجنه التنسيقيه اللي عم تنخلق ليكون عنده نظره على اللي عم بيصير. ولكن تم هالشيء مثل العاده بدون اي ضوابط اخذت بعين الاعتبار هالمخاوف. دونك في هيدا على شق التعويض. في كمان بالقانون تقديمات ضريبيه، تحفيزات ضريبيه، ما رح فوت بتفاصيلها، بس بقول سريعا انه صار في اقرار ل انه يكفوا ذوي الضحايا اللي كانوا الضحايا يستفيدوا من صندوق التغطيه الصحيه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يكفوا اهلهم يستفيدوا. بالنسبه للي ما بيستفيدوا يكون عندهم حق بالافضليه بالاولويه بالتغطيه اللي بتقدمها وزاره الصحه. وصار في اقرار اذا بدكم لدعم جديد بالدولار، خليني اقول للي عندهم، للي بيثبتوا انه هن عم بيستعملوا هالحساب المصرفي اللي فيه ايداعات بالدولار ليرمموا بيوتهم. فاذا الزموا المصرف المركزي انه يامن دولارات حقيقيه لاصحاب للمتضررين اللي عندهم حسابات بالدولار اذا هالمبلغ عم يستخدم لاعاده الاعمار. وهون أكيد في إشكالية كبيرة، لأنه صار في آلية دعم جديدة عم بتفضي للناس اللي عندهم حسابات بالدولار، هن فينا نعتبر إنه هن طبقات
انه هن مثل عندهم مقدره اكثر من الناس التانيين اللي يمكن ما عندهم ولا ديبو بالبنك واكيد مش بالدولار. فاذا اعتبرنا انه كل هالشيء هو تشريع ظرفي، تشريع مثل ما بيعمل المشرع اللبناني، بيفتقد لاي رؤيه شامله، بيستخدم هيك يعني بيجاوب على ازمه تلو الازمه بشيء موضعي بدون ولا اي رؤيه متكامله لكل الازمه اللي نحن فيها، ولا طريقة ترشيد استخدام هالاحتياطي بالدولار يعني مثلاً أنه الدولة هي تستورد مباشرة الماتيريول اللي نحن بحاجة لهم لنرجع نرمم مباشرة بدون ربح، وتستخدم هالاحتياطي لهالغرض بدون ما نترك المحتكرين والموزعين بالنص. فإذاً بفتكر رح واقف هون. في سلسلة من الإعفاءات الضريبية اشتغلت عليه ألديك يعني الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين، وهذا شيء إيجابي لأنه كان في مشكلة كتير كبيرة أنه الدولة ترجع تاخد بالضرائب، لأنه قوانين الضريبية طبعاً كلياً قديمة وديباسي بهذا الظرف، من خلال يعني كذا كذا ضريبة ترجع تاخد حصة كتير كبيرة من هالمساعدات اللي عم يوصلوا للأشخاص. بختم سريعاً جداً لأنه مهم على هاللجنة الجديدة التنسيقية اللي انخلقت، واللي القانون كيف مر بالبرلمان وضعها تحت رئاسة الجيش اللبناني، وهيدا أو ممثل الجيش اللبناني، وهيدا باعتقادنا شيء جداً خطير، لأنه عم بكفي بتوسيع صلاحيات إعلان حالة الطوارئ، واللي نحن شخصياً بالمفكرة انتقدناه جداً جداً جداً، لأنه هو نظام عسكري حالة الطوارئ بلبنان، وفي أنظمة مدنية تانية هي مؤاتية جداً للتعاطي مع الكارثة اللي صارت على رأس التعبئة العامة، ولكن في هالذهنية بتوسيع بعد تحكم الجيش إذا بدكم بهالأمر، ومش فهمانين ليش بدنا نخلق لجنة تنسيقية جواتها في الهيئة العليا للإغاثة والمجلس الإنماء والأعمار، اللي هن أصلاً انخلقوا كهيئات تنسيقية للإغاثة ولما يسمى إعادة الأعمار. فإذاً في إشكالية كبيرة على تشكيل هاللجنة، على أدوارها، وعلى مرة جديدة أنه الزاوية الضحايا والضحايا منن موجودين والمتضررين منن موجودين فيها. فإذا في مشكلة ثقة كتير كبيرة بهاللجنة. ولا ميرسي. شكرا مريم، شكرا عبير. أنا حبلش من آخر نقطة ذكرتيها مريم وهي كتير مهمة، خصوصي بعد ما قريت الورقة اللي أنتوا كتبتوها والقانون، يعني إنه هيدا القانون نحسه مش قانون إعادة إعمار، هيدا قانون إعادة خلط الأوراق بالسوق العقاري والفاعلين، ومش بس بالسوق العقاري، اللي فاعلين بالاقتصاد السياسي اللي حيربط بالمساعدات الدولية، وبعتقد حيفتح مرحلة تانية من الاقتصاد السياسي بالبلد، يعني على حدوده. هيدي الإيبوتيز، هيدي الفرضية أكيد إلى حدودها، بس بيدفعنا نحن كباحثين نسأل أسئلة كبيرة على الدور الفعلي لهيدا القانون، وبعتقد أنتو كتير ضويتوا على المخاطر والكذا. أنا عندي سؤال بصراحة عام، أنه بعد ما قريت الورقة وقريت القانون صرت سألت حالي السؤال، طب شو سؤال بديهي، شو العلاقة بين السياسات، السياسات العامة والقانون، يعني مين بيجي قبل مين، وكيف القانون بده يجاوب على سياسات عامة، وهل مفروض نحكم على القانون بأهداف سياسية؟ يمكن بدها كذا قانون، يعني إذا أنا بدي أحكي سكن ميسر، إذا بدي أحكي عدالة اجتماعية، إذا بدي أحكي كذا، بدي كذا قانون، يعني بدي رؤية سياسية بيدفع منها قوانين تتناول كذا قطاعات. فهيدا أول هيك سؤال بشكل عام، بيفكرنا بيدفعنا كمان نفكر بالمفاهيم، شو يعني، هل نحن عم نحكي عن إعادة إعمار، عم نحكي عن إعادة تأهيل، عم نحكي عن ترميم أبنية أثرية، عن شو عم نحكي؟ وهيدا القانون ما بيجاوب عن شو عم نحكي، شو هدفه وكذا. ولا فهون السؤال المحدد إنه هون تكون محامي الشيطان، يعني هن اجوا اخذوا دروس اعاده اعمار سوليدار
واللغة اللي الباحثين والناشطين أثبتوها أنه لازم نحارب التضارب العقاري، ندافع عن حق السكان وكذا، حطوا هذه العوانين العريضة بس المحتويات تضارب عقاري وكذا. فأنا برأيي هذا القانون هو نحط لأحياء وعنده إطار محدد، وعنده عم يشتغل على الشورت تيرم كما بيقول، على المنظور البعيد. فبرأيي نحن كناشطين أو كباحثين لازم نفصل السياسات عن القوانين، وشو اللي بيشتغل على المدى البعيد وشو اللي بيشتغل على المدى القصير، ونطالب بالسياسات مثل ما قالت عبير، يعني إنه القصة مش بس قانون وحماية أملاك وملكية فردية. هون بدي أنتقل لقصة الملكية الفردية، لأنه المشكلة هي مش بس الملكية الفردية، المشكلة استعمال الاقتصادي للملكية الفردية. مشان هيك إنه المطالبة بقانون إيجارات عادي، المطالبة بحتى وقف الإيجارات يمكن لسنة لكل هذه القصص. يعني حتى نحن من واجبنا ندوع على البعد الاقتصادي للملكية، مش نحارب الملكية الفردية، لأنه هيك مش يعني هيك وقعنا بفخ الديسكور تبعولهم اللي هو الليبرالي. فولا أنا حوقف هون. هلأ كان عندي بعد كذا نقطة بس هني تفصيليين، بركت حدا عنده رياكسيون. مريم بدك تبلشي أو تفضلي بلش؟ رح أحكي عبير أنت قرري، رح أحكي أنا على شقفة القانون والسياسات العامة، وبركة أنت على المفاهيم. فمثل ما طيب يلا حبلش، لأنه بعتقد أنا جوابي عمومي أكتر منك. هو نحن طبعاً هذا القانون مش نحن كتير مهم بالنسبة لنا نسلط على مخاطره أو فشله، نسلط الضوء على مخاطره أو فشله، وإنه هو ما رح يقدر يلبي حاجاتنا. وإنما معك حق ربا، هي الأشياء ما رح تنحل كمان بقانون واحد. وإنما دايماً الحروب أو الأزمات أو الدمار كان فرصة للتغيير، وللأسف كمان دايماً السلطة اللي استخدمت هذه الفرصة للتغيير لتعمل تغيير جذري ما فيها تفرضه بأي وقت تاني. اليوم نحن بعتقد بالوعي اللي راكمناه عبر السنين وبالإليات اللي طورناها بالعمل، نحن يلي نستغل هالفرصة لنحقق تغيير جذري نحن بنطمح فيه، مربوط بالعدالة الاجتماعية ومربوط بمفاهيم السكن الميسر والملكية الجماعية وإلى آخره. وكمان بهيدي النقطة شو بيعني أنه نحن نحاول نفرض واقع اليوم عم يقدر يظهر الحقوق الأساسية؟ هيدا بيعني أنه الناس المتضررة والسكان بشكل عام يكونوا بصلب هيدي العملية. اليوم ما بقى فينا نفترض أنه الخبراء أو الناشطين أو أي حدا بيشتغل بالشأن العام قادر يحرز أي نجاح بهول الملفات إذا مش السكان أو الناس المتضررة هن بيواجهة هذا الشيء. وعشان هيك جزء من الجهود اللي عم نعملها باستوديو أشغال عامة والمفكرة القانونية هو العمل بهالاتجاه، العمل نحو خلق إطار يتنظم تحته السكان والناس المتضررة ليصيروا هن قوة ضاغطة بتقود هذا التغيير، ونحن منكون داعمين لإلهم. نحن على قناعة اليوم إنه بدون هول العالم والناس المتضررة من السياسات عبر السنوات، إذا مش هن بيواجهة هذا الصراع ما رح نقدر ننجز شي فيه. وإيه اليوم إعادة تأهيل الأحياء بالشكل اللي نحن بنطمح فيه هو فعلاً فرصة لنرجع كل الخطاب على السياسات الحقوقية، نجيبها للخطاب العام ولواجهة نضال المحلي. شكراً عبير. مريم إذا عندك شيء. أنا بس على شق القوانين يعني والسياسات العامة وشوي نفس الشيء، يعني مثل ما كنت عم تقول عبير،
إن كان أنه نحن يعني أصحاب الحقوق نتنظم، ولكن كمان من تاني جهة، وهذا شغل كتير تحديدا المفكرة عم تعمله بأنه أنشأت المرصد البرلماني، أنه نكون حاضرين ونتابع ونفضح هذا الشيء عم بيصير، كتير مهم، لأنه مش صحيح أنه القانون هو شيء تقني بيطلع بهالرداءة مثل ما عم نشوف شغل المشرع اليوم. حتى بهيدا المحل يعني هو الشغل شامل وعلى كل شيء، ولكن كتير ذكرنا اللي عم بتقولي بهالرقم اللي هو انه بسنة مثل هاي، يعني صلنا سنة من الانهيارات المرعبة والمتعددة والستيمولتانية بأفظع الطرق، عندنا أكثر من 70% من القوانين، اقتراحات القوانين اللي تقدموا فيها النواب هي معجل مكرر، يعني إرجان، يعني ما تناقشت باللجان، الأغلبية الكاسحة هي تقدمت من نايب لوحده، يعني ولا حتى من الكتلة، ما صار في نقاش لا بالكتلة ولا بالبرلمان ولا باللجان ولا شيء، وهذا بيفرجي قديه في انعدام رؤية مجرم، لأنه المبادرة التشريعية عم تجي بطريقة فوضوية، بطريقة بوبوليست شعبوية. هون مثلا انه اغلبيه المتضررين اعتبروا الكتله، فينا نعتبر هالشيء انه هن عم بيحطوا نقطه اكيد مع الالكتورات طبعا، مع القاعده اللي بتنتخبون، فاذا في انعدام رؤيه بشيء هالقد اساسي وهالقد مهم، وهي مشان هيك بلا يعني نحن عنا جهد كباحثين وكمشرعين او مراقبين للتشريع انه نشتغل بطريقه بغلال، لانه الازمه الحاليه المثال الاساسي هو هيدا الاحتياطي بالدولار، كيف شيء على الطلاب شيء هون انه للي بده يرمم بدون اي رؤيه، هيدا شيء مخيف مخيف جدا، وهيدا القانون اكد على هيدا الموضوع كيف تقدم وكيف تهرب. دونك انا بس انه كمان نظرتنا لازم تروح لتفضح طريقه وضع هالتشريعات، لأنه بالآخر هي اللي عم بتأثر على حياتنا بشكل وضعي وبشكل كتير خطير. ولا صمنا مسألة تقنية، هي مسألة مربوطة بنضالاتنا بنفس الوقت، يعني بدنا نملكها ومنكمل بعض، يعني كل حدا لازم يعمل معركته منيح ودايما الشغل يكون مع بعض. يعني إيه أكيد، وحتى في نقطة كمان أنه هو حتى بتقييمه للخسارات، تقييمه للكلفة حتى مش واقعي أبداً، يعني إذا بتلاحظ كل التقارير اللي بتطلع هو مقيم التكلفة 1500 مليار، بينما مثلاً تقرير أوكي هلأ فينا نطرح كتير أسئلة عن هالتقارير اللي عم تطرح، بس أنه مثلاً قطاع السكن بالبنك الدولي قيم مش عم بحكي أضرار، كلفة إعادة البناء بالقطاع السكني 220 مليون دولار، يعني مثل كأنه عم بيطرحوا عوانين انه اوكي نحن نعمل إعادة إعمار، بس هو الواقع الاقتصادي والسياسي ما في اي شروط لإعادة الإعمار. ف هيدا الشيء. هلا بعد معنا 12 دقيقة، ممكن لازم نترك المجال للمشاركين اذا حدا عنده سؤال، حدا بده يشارك يستوضح شيء، فيكن تحطوا الكاميرا، فيكن تكتبوا بالتشات روم، ارفعوا ايدكم. هو اول سؤال اصعب شيء بس انه مش مسكر فيكن بيدرو. هو كمان نحن والمفكرة حننشر بدءا من بكرة المقال المفصل يلي له علاقة بهذا الموضوع، كمان للمهتمين والمهتمات يشوفوا بالتفصيل أكتر. عظيم، المقال كتير حلو وبيفسر كتير، يعني أنا أول حد قريته. avant première. bon بركة إذا أنتوا عندكم شيء تزيدوا أو شيء يمكن ما بعرف بتخيل في سؤال جاي. مرحبا تفضل. انا بعتذر جيت متاخر، كان عندي مشكله بالانترنت سو ما بعرف مزبوط شو انحكى بالاول، بس بعرف شوي الموضوع تبع القانون 194، وما بعرف اذا حكيتوا عن حمايه التراث، وسؤالي هو هل عندكم انتم تصور لكيف ممكن واحد يحافظ
على الأبنية التراثية وعلى الإحياء وعلى الكلاسترز من دون ما يأمن تعويض معين للناس؟ كيف ممكن تصير هيدي بوضع اقتصادي كتير صعب بلبنان؟ أو هل هالشيء مهم لإلكم؟ مين بحب يجاوب على هيدا السؤال؟ عبير. أوكي. مرحبا جورج. حكينا شوي بهذا الموضوع. هو نحن ملاقيين أنه من ناحية حماية الأبنية التراثية بهذا الموضوع هو متعدد يعني متعدد اللايرز. أولاً هو طبعاً تعريفه للتراث ببلش من المباني اللي أقدم من 1930، ويلي طبعاً هذا الشيء بيختزل إذا ماني غلطانة مريم، بيختزل تعريف التراث بمحل يعني بفترة تاريخية كتير ضيقة. بس كمان الأهم من هيك إنه بيعتبر إنه التراث هو بس التراث المبني، وما بياخد بعين الاعتبار السكان والنسيج الاجتماعي كجزء لا يتجزأ من التراث. وبالتالي بموازاة وضع ضوابط على كيفية ترميم الأبنية التراثية وإنه تمرق عبر مديرية الآثار كرمال تقدر تاخد ترخيص ترميم، ما فيه هيدا العملية تكون معزولة عن حماية السكان، لأنه حماية السكان يلي قاعدة بهول البيوت والبنايات هي الخطوة الأولى لحماية هيدا البنايات. وطبعاً هيدا الشيء ما فيه ينعمل بمعزل على آلية تعويض واضحة، لأنه بدون التعويضات أكيد نحن ما قادرين نعمل شيء بهيدا السياق. وكمان نحن يعني بأشغال عامة كتير عم نقترح فكرة الربط ما بين ترميم الأبنية التراثية الفاضية ببرامج سكنية للسكن الميسر. هذا بيعني أنه اليوم شو اللي حيرمم البيوت الفاضية القديمة؟ الأولوية للتعويضات وللترميم لازم تكون للبيوت المسكونة، فكيف حنعطي حوافز لترميم البيوت الفاضية؟ وهل حوافز قادرة تكون مربوطة أنه إيه البيوت الفاضية التراثية بنعطيها أولوية بالترميم مقابل أنه تصير جزء من السكن الميسر بالمدينة، مقابل أنه مالك هالشقة أو المبنى يأجرها برخيص على فترة زمنية محددة؟ هيدا إحدى الأفكار اللي لما نحكي أنه ما نحكي بس بضوابط، نحكي كمان بحوافز اللي بتحفز الناس ترجع، بتحفز على حماية النسيج العمراني السكني والاقتصادي. مريم ما بعرف إذا بدك تزيد شيء خاصه بالتعويضات. الموضوع مش التعويض بالتحديد، على أكيد يعني تحكي كتير صحيح بموضوع التعويضات اللي هلا عم تنعطى أو اللي بدها تنعطى. أنا كنت عم بحكي على التعويض عن مبنى إذا تصنف أثري، أو عن حي إذا صار في ضوابط على طريقة استعمال المباني أو حق الهدم أو عدم حق الهدم، لأنه في ضغط كتير كبير مثل ما بتعرفوا من زمان كتير، لحتى مباني عندها قيمة كلنا ما بنختلف عليها وكلنا بنتفق عليها، صاحب الملك بيقول لك طب ليش وقفت علي؟ يعني جاري عنده أرض فاضية له حق يعمر برج ومع منظر على جنينة تبعيتي وبيبيع الشقة بملايين، وأنا مخترب بيتي ومش قادر رمم وساوي. ففي القانون اللي بعده بالأدراج المجلس النيابي اللي بيقترح بيع الهواء. هلأ هيدا قصة بيع الهواء فوق المبنى في كتير لغط أخذ ورد عليها، من ناحية بتكون عم بتكرس فكرة أنه الملكية الخاصة هي حق مكتسب وأنه الحق واحد يعمر لحديت ما الدولة توقفه، وقتها بغير دول بكتير من الدول هو منه حق مكتسب، هو الواحد ما له حق لحديت ما الدولة تعطيه حق، وهذا بيعمل فرق كتير بالمقاربة، وساعتها الضغط على السياسيين بيخف، بس هذه بدها توعية وشغل. مش هيك أنا مظبوط اللي قلتوه على أنه هلأ هي فرصة ذهبية، لأنه فينا نروح باتجاهين معاكسين ولازم يضلوا الناس مستنفرين، بس أنا بقول لازم ينشغل على كل الخطوط بنفس الوقت، لأنه إذا نشغل على الخط الاجتماعي أكثر ما نشغل على خط التراث بنخسر التراث وبنخسر المجتمع بنفس الوقت. ليش؟ لأنه إذا نشغل بس على الخط الاجتماعي وكانت الهم بس كيف نسكن الناس بهالمباني هيدي، ممكن قبل كل شيء بالترميم نخبص، تاني شيء بالعلاقات مع أصحاب الملك لما بيصير في ضغط عليهم
بصير في بعد تحفيز أكتر إنه بليلة ما فيها ضوء قمر يهبطوا مبانيهم المباني. وهلأ بفتكر أنا صار وقت إنه ينعمل ماستر بلان جديد، وهالماستر بلان كلنا صرنا بنحكي فيه بس صار على نار حامية ولازم ينعمل لبيروت وبعدين بيتطور لغير مناطق. وهذا الماستر بلان بده يكون فيه نوع من توازن بين الحاجة لسكن جوات المدينة، خاصة طالما ما في بعد نقل مشترك مثل الخلق وكل الناس مضطرة تسكن هون، يعني ما فيها تجي من بعيد وغيره، والحفاظ على التراث. وبفتكر عنا حجة كتير كتير كبيرة هلأ، أنه كان كل الوقت يقولوا لنا أنه في اقتصاد مزدهر وما توقفوا بوجه الازدهار وكذا. هلأ كلنا اتفقنا ما في ازدهار على فترة طويلة، والبور انضرب وحيفا والإمارات ربحت، فإذن صار عنا هلأ شيء تاني بدنا نشتغل عليه. هالشي تاني منه بس الاستيراد والتجارة وغيره، هالشي تاني هو شو عنا نحن، واللي عنا إيه نحن جزء من اللي عنا إيه هو تاريخنا والأحياء تبعولنا وهالبعض الحدائق وفينا نشتغل عليها أكتر، واليومن سكيل بأجزاء كبيرة من المدينة وغيره، لأنه على كل حال الأبراج ما بقى في حدا يدفع حقها لأنه ما حدا رح يقدر يشتريها anyway. فإذن هون في فرصة ذهبية، وهون لازم بتصور أنا إنه ما يشتغلوا اللي بيشتغلوا بالتراث لوحدهم، بيشتغلوا بالسياسة لوحدهم، بيشتغلوا بالمجتمع لوحدهم، وكمان بنفس الوقت اللي نحن عم نشتغل على السياسيين إنه قطعوا هيدا القانون وبعدين بالمراسيم التطبيقية بيتحسن الوضع وبيجي مع ماستر بلان وغيره، لازم كمان رأي العام يتحضر للموضوع، وبدو يتحضر بنفس الوقت اللي عم نحكيه عن إعادته على البيت وإعادته وتحفيزه على السكن وعلى اللي قلته. يعني قلته رحته خطوات كتير بعيدة لما بتقولوا الحق، استعملته كلمة الحق المشترك أو شيء، إنه شيء يعني يمكن العالم كله ما بقى يحكي عنه هلأ، هذا الشيء صار ورانا من زمان يعني مع العالم الليبرالي، بس يمكن هلأ بالجو الثورة وغيره ببيروت ممكن واحد يرجع يعيد النظر بهالأشياء. بس كمان بده ينتبه كتير على جارجون، على الفوكابولير اللي بيستعمل، لأنه إذا استعمل فوكابولير بيلي إذا بدكم أو صار في عليه نقمة من كتير أماكن بنخسر المعركة. فبده واحد يعرف يمشي هيك بين الخطوط والمطبات. هذا رأيي، بس ما بعرف إذا عندكم رأي بموضوع المباني التراثية وكيف ممكن واحد يعود عليها، يعود لأصحابها يعني غير إنه يبيع الهواء. عبير باب بديك تقول شيء؟ هو بس بعتقد إنه نحن ما لازم نشوفها إنه عم نحمي بعض المباني التراثية وبالتالي نعود على أصحابها، يعني لازم تنشاف المنطقة كلها كمنطقة فيها تراث غني متعدد المفاهيم، وبالتالي كيف نحمي كل المنطقة والمدينة كلها من المضاربة العقارية. بعتقد أي مقاربة غير هيك حتختزل المشكلة وحترجع تخلق نفس المشكلة اللي حكيت عنها اللي صارت ببداية التسعينات. مريم لا، أنا بس بدي إنه أترك من اللي نقال الفكرة اللي كتير أساسية، يعني اللي هي إنه عم يعني دفشنا باللي عشناه آخر عشرات سنين دايماً للبارسلمون، يعني كل شيء بينعمل لوحده، بكل شيء عم نقوله اليوم عم نشجع رؤية مترابطة بالآخر بتنتج قوانين. إذا في هيدا الرؤية وهيدا اللي بتترجم خطط تترجم قوانين، أكيد يعني رح نعمل قوانين أفضل بكتير ويكون في أثر أفضل بكتير من اللي عم بيصير هلأ. يعني أنا يمكن رح أرجع على شيء كليشي بس منه أبداً، يعني اللي شوي حكيت عنه عبير إنه الدستور، بس الدستور كتير مهم. يعني اليوم قبل ما نغير وأي شيء فيه ربط، يعني أنا بتخطي هيدا اللي عم نقوله إذا الجارجون بالي ولا لا، بس هو اليوم مثل ما هو مع إنه كيف هل يقدموا هالتشريع هيك في بالأسباب الموجبة انبطاح أمام الملكية الفردية وهالميت، يعني إنه هيدا هو الشيء وبنعتذر إنه عم نضطر هلأ نحط قيود. لا، هو الدستور الحالي اللي ولا يمكن آخر 30 سنة احترق، يعني ليبرالية أكثر من هيك ما في، وهو والمجلس الدستوري اليوم بيقول ما في بس حق بالملكية، في حقوق بدنا نوازن بيناتها. يعني في ومش وهلا عم نقول مش بس الحق بالسكن، في غير يعني نحن مضطرين لما نعمل قوانين، أنا هيدا اللي بفهم فيه عم بحكي فيه أنت وراء أكيد بمجال
إعادة أحياء المدينة بتترجم بطريقة خاصة، ولكن نحن ملزمين لقوانيننا يكونوا بيئاتوا المنظومة اللي نحن فيها اليوم قبل ما نغير وكذا نعمل هالجهد. يعني العكس البارسلمان اللي نحن فيه. ففي من الأمور يعني اللي طرحتها عبير يعني كثير مهم هالحديث أنه نحن الأبنية التراثية منا بس الهيكل يعني، وينربط هالشي بالسكن، وينربط هالشي بتحفيزات ضريبية، وينربط يعني فينا نحط ديز أوبجيكتيف وينربطه بطريقة ذكية، لأنه اللي عنا هو كتير عم بيشح وعم بيقل، دونك مضطرين يعني بطل بالي هيدا اللي بدي أقوله، لأنه نحن بطلنا بالبحبوحة صار عنا خيارات بدنا نعملون بالقليلة اللي عنا، هول الخيارات بدهم يكونوا عم بيترجموا رؤية الأفضل والفضلة اللي فينا نصنعها كمجتمع. فنحن مضطرين نشتغل سوا باحثين من كذا مجال ومشرعين أو ناس أكثر بيقربوا طريقة صناعة القوانين. وأنا شوي من هون بحط حالي، مش هيك عم بأكد على ضرورة هيدا الحوار يكفي اليوم بهيدا الظرف، وإلا رح نقفي ورح يكون خطير. هيدا الهدف من تنظيم هيك جلسات نقاش. هلأ نحن مبدئيا خلص الوقت، بس إذا في حدا حابب يشارك ممكن تفضل. بس لعبير لأنه سألت إذا الموضوع لحديت البنايات تبع 1930 هلأ ما بقى ينحكى أبداً ولا بوسط على 1930، صرنا نحكي بال 1970. بفتكر نقلة نوعية، لأنه ساعتها أي مشاريع على مباني فيها عدد سكان حرزين، مش عم نحكي بقى عن البيت الثلاث قناطر الأربيدو، صرنا نحكي على حي على مباني فيها 6-7 طوابق، فيها 10 أو 15 شقة، يعني فيها كمية ناس وبينشغل عليها وبينشغل على الببليك سبيس اللي حواليها وغيره. بس صرنا عم نحكي لحديت 1970، وحتى هلا مديرية الآثار هي بوارد انه تبلش تصنف مباني لحديت 1970، ان كان مباني أيقونية مثل شركة الكهرباء او مباني حتى سكن عادية. وهون في صعوبة، لانه حتى جوات اللجنة في نقاش انه كيف بدنا نبلش نحن بلبنان، في كتير مباني عامة منا مصنفة، بدنا نروح نحط راسنا براس واحد غلط يمكن بيو انه عمر بنايه عندها قيمه معماريه، وهلا هو عم يورث مشكله مش عم يورث شغله مفيده لإله. يعني نيال اللي عمر بنايه ما لها اي قيمه معماريه بالاخر بتصفي العمليه. سو هيدي بدنا ننتبه لها كثير، وبعرف صعوبتها خاصه لما بتدق بالملكيه الفرديه. هاي مش هيك لازم نشتغل على المفاهيم، شو يعني الملكيه الخاصه وشو دورها وشو الاطار اللي لازم الدوله تحطه تنخفف من بعد الاقتصاد الثقيل. لما بعتقد الأزمة لعبت هذا الدور، بس حدا بده يشارك ولا بنقول لبعضنا باي وداعا؟ مصباح بركة عندك شيء. اي مرسي يا ربا. انا بدي امشي مع جورج بانه يعني سأل اسئله كثير بيرتينانت، وصل وضح لنا انه مديرية الآثار حتى تمدد يعني مجال الكلاسمان تبع الأبنية لسنة 70. هو بعتقد أنا أنه الموضوع مش قصة يعني تصنيف أبنية قد ما اليوم مطروح تصنيف شيء نحن نسميه تسيو مينار، يعني المجموعات القديمة إذا بدكم اللي هي بخطر. بس أنا يعني ما بدي روح كتير بالتفاصيل، ولكن اللي أنا بيخوفني بهذا القانون اللي عم تحكوا عنه هي المادة 3 أولاً، يعني البند أولاً اللي بيحكي عن يمنع لمدة سنتين القيام بأي عمل تصرفي ناقل للملكية، هذا حكيته عنه. وبتجمد جميع وكالات البيع أو الوعد بالبيع أو عقود البيع بالمساحة، وتمنع معاملات الضم والفرز ضمن مهلة السنة المحددة. أنا يعني الواضح بهذا القانون أنه يعني أنا بشبهه وعبرت عن هذا الموضوع بمحلات أخرى، ولكن بشبهه هيك بحبة مسكن سريعة بتضاين 6 ساعات بعدين خلص ما وقف شيء. بمعنى آخر أنه هذا القانون معمول لمدة سنتين، بعد السنتين حيرجعوا الشركات العقارية يعملوا شيء اللي كانوا عم يعملوا قبل، وما كأنه عملنا شيء. وأنا بعتقد الخطر هون، وأنا شخصياً قناعتي اللي عطول بعبر عنها هي أنه في ظل النظام السياسي الحالي والاقتصادي، وفي ظل غياب
آليات مرافقة لهالقانون، يعني مثلا شيء اللي عبير عبرت عنه كثير بالزمان اللي هو قانون الإيجارات، الحق بالمدينة، يعني بالشيء اللي حكي عنه جورج اللي هو تعديل التصميم التوجيهي وخلق انسنتيفز للسكان. هذا الشيء بدونهم أنا بعتقد هذا القانون ما حيمشي وما حنقدر نحن نحافظ على التراث. التراث هون بختلف شوي مع جورج، التراث يعني البعد الاجتماعي بالتراث كتير مهم، لأنه هذا أحد الـ يعني c'est une valeur du patrimoine، عم بحكي البعد الاجتماعي. وبالتالي نرجع النسيج السكاني لهالمناطق هاي هو شغلة أنا بعتقد أساسية، لأنه بعتقد بالمفاهيم التراث بدون السكان تعينه ما له معنى. هلأ بيبقى كمان نطرح موضوع اللي أشارت له عبير من شوي اللي هو المناطق الأخرى المحيطة بالوسط التجاري اللي ما حدا جاب سيرتها، واللي هي كمان بخطر بوجود شركات كبيرة مثلا بزق البلاط أو بخندق الغميق عم تشتري وعم تاكل شوي شوي التراث القديم. أنا بعتقد أنه بقوله بالإنجليزي أنه هذا القانون وكل ما يتم القيام به مش عم بحكي عن الشيء اللي صار على الأرض، عم بحكي بالسياسات العامة. أنا بحتار بدي أستعمل الكلمة الإنجليزية أقول it's a joke. شكرا. أنا حابة أضيف شيء على شو قلته مصباح. يعني أنا الشغل اللي تاز هي الأسواق الرديفة للأسواق العقارية بالأحياء الناظمة بالمدينة، يعني بالأحياء الشرعية. مش يعني اللي عم يشتغلوا بالسوق العقار مش مضطرين حتى يكونوا نظاميين ويتبعوا القانون. في يعمل عقد بيع، هلا توقفت عقود البيع الممسوحة، بس في يعمل ورقة خاصة بينه وبين كاتب عدل، وهيدا الشغل التران اللي عم يشتغلوا وماشي المداولات والبيع والشراء. ويعني حتى لسنتين ما حيمنع التضارب وحركات البيع والشراء وخسارات الملكية لبعض الناس. يعني فمهما كنت حابة أوضح هيدي النقطة زيدة بالأحرى. أوكي. طيب في حدا عنده شيء بعد؟ نعم تفضل. سوري بونسوار، أول شيء للكل أنا أكرم. في بس حبيت شوي إذا يمكن نقطة ما تداول فيها كتير هي دور المصارف بهالأمور، كمان لأنه نحن ريسنتلي بعد التسعين بعد هالفترة عم نحكي une production financière de la ville et des quartiers. يعني بضل هن يمكن عندهم مثل ممر منفذ لإلهم يضل إنه بواسطة les promoteurs immobiliers والتجار العقارية يقدروا يستفيدوا ويضل عندهم إيد بالسوق العقارية، خصوصا على الأحياء اللي تضررت بعد 4 آب. فيمكن هون كمان شوي بدأ يصير في إطار بنظم هالأسس كمان ويشمل كافة القطاعات اللي لها خصة بإعادة الإعمار أو إعادة التأهيل. شكرا لهيدي الملاحظة. هلأ دور البنوك أكيد هني في اعتبرهم فاعل كتير أساسي بالسوق العقاري. هلأ بعد ما مش واضح، هلأ هني بأزمة مش واضح شو حيكون إيلون دور، شو حيسهلوا، هل هن حيسهلوا المساعدات، هل هن برأيي أنا مش واضح. بس ما بعرف إذا عبير عندها شيء بهالخصوص. بعدين هيدا الشيء كمان بده شغل على الأرض، يعني بعد هالدنيا ما طلعت. هو البنك المركزي أصدر تعميم بأنه رح يعطي قروض للترميم، فهذا الدور اللي حاول يلعبه هلأ. طبعاً قروض الترميم بهيك مرحلة هو شيء خرافي يعني، وخصوصاً كمان أنه بمحل بيفرض أنه يرجع يندفعه القروض بالدولار. وكمان الناس اللي مثلاً ما بتقدر ترد القرض بيحطوا البنوك إيدهم على البيوت، وبالتالي هيدا كمان مدخل لهم على السوق العقاري. ف
بس كمان ملفت أنه هذا الدور اللي حاولوا يلعبوه عبر قروض الترميم، يعني بحسب معرفتنا من 10 أيام كان بعد ما حدا مقدم على هذا القرض أنه يستحصل عليه، واللي بفرجي أنه سكان المنطقة أبداً منهم بوارد هيك شيء. بس طبعاً ملفت أنه طلعوا هيك تعميم يلي ما كتير واضح الغاية منه، إذا منه عم بحاولوا يعملوا شيء بالسياق المالي ولا هو بس ليفرجوا إعلامياً أنه هن عم بجربوا يعملوا شيء بإعادة الأعمار. بس المصاريف أكيد إلها كمان دور بالمضاربات العقارية اللي عم بتتم من خلال النسيج المالي اللي هي داخلة فيه والألعاب اللي بتعملها مع التجار العقارية والشركات العقارية، هذا ما في شك منه. ايه طبعاً أكيد معك حق، ومثل ما قالت ربا هذا الموضوع بيستاهل بحث على الأرض لينعرف بالضبط يعني تفاصيله. بعتقد بعد عنا آخر سؤال من كريستيال شديا، عم تتساءل شو معقول يكون دور مثلاً جمعيات مثل ريبيلد بيروت تنقدر نوقف المضاربات العقارية ونقدر ندافع، مش فوالا نقدر نوقف المضاربات العقارية، إذا حدا عنده جواب عن هذا الشيء. هو طبعاً أي مبادرة لها علاقة بإعادة البناء بهذه الفترة هي مبادرة بتحقق عودة الناس، وبالتالي عودة الناس هي العائق الأساسي أمام المضاربة العقارية، لأنه مثل ما قلت قبل هو وجود الناس وتمسكهم ببيوتهم وتمسكهم بأملاكهم هو الشيء اللي حيوقف أمام المضاربة العقارية وانتقال الملكية وأي شيء ممكن يصير بهذا السياق. وإنما هذا ما بيمنع كمان أنه عدم وجود سياسة واضحة عم تخلي يصير في كتير مبادرات مثل ريبيلد بيروت، وبالتالي عدم التنسيق ما بين هول المبادرات وتفرطع هول المبادرات وشعور الناس بأنه مليون حدا عم يجي يدق بيتهم وفي مليون مبادرة على الأرض كمان عم تعمل كتير هدر للوقت، والسكان عم بيكونوا كتير فرستريتد من هيدي العملية، اللي هو بيرجعنا على ضرورة وجود سياسة واضحة لإعادة تأهيل الأحياء وسياسة بتعبر عنا وعن حاجاتنا. فهي أكيد يعني إذا بتكون هيك مبادرات هي سيف ذو حدين، هي حاجة عم تسكر حاجة، وإنما غياب الدولة يلي إذا بدنا متعمد كمان عم يعمل ضرر كتير كبير بهذا السياق. أوكي شكراً عبير، شكراً مريم، عن جد أنا كتير مبسط بالبيبر، وإن شاء الله إن شاء الله تقدروا تعملوا شيء أو نقدر نعمل شيء. فوالا أوكي تشكركم، فيا نقول باي. ميرسي بوكو. Merci. Merci. Shukran. Merci.